Iată cum la Asie, vers na Lyon, freinage d'un moteur à 50 litres par contre-courant, ou braking of three-phase induction motor by reverse current. المقصد انه انا عم شغل محرك موتور بالاتجاه اليمين او بالاتجاه اليسار باتجاه واحد بس. بعد نحن انا بعرف لما شغل اي موتور حتى لو انا وقفت الكهرباء عنه قطعت الكهرباء عنه بطل فيه فولتج حيضل يدور لفترة صغيرة. انا هذا ما بيناسبني ابدا. افترض انه انا عبطلع بضاعة على الطابق الاول او عبنزل بضاعة من الطابق الثاني للطابق الاول فرضا. اذا وصلت البضاعة للطابق الاول وضل الموتور ضل المحرك يشتغل فراح تكمل من الطابق الاول وراح تنزل اكثر لتحت لحتى انا ما اقدر احصل عليها اللي انا موجود بالطابق الاول. فالمفروض انه انا لما وقف على الطابق الاول دغري يوقف. لذلك عم نستخدم بريكنج هون هيدا عبر الكونتاكتور 2 مع تايمر. هيدا التايمر هو وقت بسيط اللي هو عباره ثانيتين ثلاث ثواني. هيدا الوقت شو بصير؟ بكون عم بضرب بالاتجاه اليمين بكبس ستوب بيوقف. من بعد ما يوقف انا علي شو اعمل؟ من بعد ما يوقف بدي شغله بالاتجاه اليسار بس ممنوع يشتغل بالاتجاه اليسار. الرسمه قدامي مثل ما انا شايف هيدي الرسمه قدامي. هيدي الباور سيركوت وهيدي الكومون سيركوت. هيدا الموتور هيدا عندي ثيرمال ريلي الحمايه الحراريه. هيدا الكونتاكتر اللي بدي اشتغل بالاتجاه الاول وانا شايف هيدا الثاني اللي بدي اشتغل بالاتجاه الثاني. اذا بدي اعرف كيف انا لما اعكس اتجاه يعني انا مفروض الفاز من الفازات الثلاثه. شايفين كان اول فاز هون صار هون يعني هذا الفاز بدل ما كان عم بغذي هيدا البون هيدا الجزء صار عم بغذي هيدا الجزء. فاذا قلبت الاول والثالث بهيدي الرسمه. بالنسبه لهيدي الرسمه عندي ستوب اللي بدي وقف. عندي هيدا المفتاح تابع للثيرمال ريلي. عندي ستارت بدي شغل عادي مع الهالبينج سويتش تبعه. هون بيشتغل السي 1 هيدا تابع للسي 2 اللي هو هيدا الكونتاكتر الثاني لحتى ما يشتغلوا مع بعضهم. هون عندي تايمر ومع التايمر انا كمان شو عندي؟ عندي المفتاح اللي تابع للتايمر اللي هو مسكر اللي هو بعد كم ثانيه حيوقف. انا مجرد ما اضغط هون حيشتغل لهيدا الاتجاه الطبيعي. بعد شوي صغيره حيكبس ستوب حيوقف هيدا حيشتغل الموتور بالاتجاه العكسي لمده ثواني فقط. حاجي اشوفها انا بشكل تطبيقي اكثر. طبعا انا عم حول على 24 فولت عم بشتغل هون على 24 فولت. فيني اخذهم على 220 واشتغل على 220 عادي. رح شغل اشتغل الموتور بالاتجاه اليمين اتجاه اي اتجاه كان. هلا انا شو بدي اعمل؟ مجرد ما انا هيدا كبس ستوب هيدا هو زيته اس 1 الموجود هو زيته هون وهون. لذلك هيدا اذا كبست على هيدا بنفس الوقت حيسكر وهيدا بنفس الوقت حيفتح. اذا بلاحظ اشتغل لمده كثير بسيطه ممنوع يدور بالعكس ممنوع يبرم بالعكس. لازم بس الهدف منه انه يقف بنفس يقف محله. فاذا حيرجع شغل اول كونتاكتر اذا انتبهت بس تنتبهوا معي حتلاقوا السهم حيقلب بالعكس بس ما حيلفق. قلب بالعكس دغري وفصل لانه التايمر فصلت. حرجع عيدها اكثر من مره. انا هون شغلت عادي. بعد شوي ضغطت على ستوب اشتغلت التايمر. هلا انا اكيد بتحكم بالتايمر. كل ما يعني يزيد الوقت تبع التايمر كل ما يزيد الوقت تبع الكونتاكتر كل ما يبرم بالعكس. بس انا هذا الشيء ما بدي انا اكثر من هيك يبرم. وهيدي الرسمه مع الاكزامبل موجوده